من 100 سنة ويمكن أكتر الورشة فاتحة وشغال، الشغل عالي. الله ينور، تسلم إيديكوا يا رجال. الحاج يونس متخصص في شغل من خشب الأشجار، أطباق، كراسي وأنتريهات وقرم، نزوم شغل الجزار. طول النهار الخراطة تخرط وتقطع بالمنشار. شغل القرم بيكون يدوي عشان بتتعب في التقطيع، ودي صنعة محتاجة الفنان وعنده ذوق ملهم وبديل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. شارع زحمه قوي بره وانتوا مكانكم جوه خن كده هادي. دي المملكه اللي احنا بنعيش فيها. ايه الحلو في الخشب؟ كل حاجه فيه حلوه. ليه؟ قشرته حلوه. قشرته حلوه. يعني اتربينا عليه. لما تشوف جذعه كده تحس ان هو حلو يعني؟ طبعا اتربينا على الخشب دوت وكسبنا منه والحمد لله، وربينا عيالنا منه. وربيتوا عيالكم منه. يعني انت حاسس ان البني ادم اللي عنده صنعه معينه بيبقى بيربي علاقة بينه وبين الحاجة اللي بتأكله عيش؟ ما حبهاش وعاش معاها مش هينجح. مش هينجح. مش هينجح. يعني انت ولا يعرف ينتج منها. طبعا طبعا. انت ساكن فين يا محمد؟ انا ساكن قريب هنا برضه. قريب مش بعيد. لا. وانت جاي الصبح، وانت جاي الصبح بتبقى مبسوط ان انت جاي المكان؟ لا ده انا جاي الصبح حاجة غريبة، انا ممكن اعد الشجرة اللي في الشارع. تعد الشجرة؟ اعد الشجرة اللي في الشارع وابقى حافظه. يعني انت جاي الصبح مبسوط ان انت جاي؟ في القلعه 4 شجرات وفي عين السيره 6، وهنا بعد الشجر وانا ماشي انا عارف دي بعد قد ايه هتتقطع ودي بعد ايه هتتقطع. عينك عليهم لما يموتوا يا عم محمد. عيني عليهم؟ لا ما هو بياخدوا وقتهم. صح بياخدوا وقتهم. وانت لما بتيجي هنا اهوت العربيه بتنزل الشجر بقى هنا وانت تشونه في بالطريقه دي. بشونه انا اهو الصنط والسرسوع واللبق مثلا. دي ده صنط. دي سانتا؟ تعرفها ازاي؟ اغمق مثلا يعني؟ لا انا بعرفها زي عيالي بالظبط. هو نوع دي زي دي صح؟ دي زي دي. انا اتعلمتها. وده سرسوع. وزي دي؟ دي ايه؟ ده سرسوع. ده سرسوع. اللي قلبه بني ده. ايوه شبه سانتا بس افتح شويه. ده احمر كده من جوه. لا ده تاثير الشمس عليه. ده بس عشان الابيض من جوه. لكن هي بيض. المتواجدين. والسرسوع ملون كده لما بتعملوا منه الطباق يطلع شكله ملون كده. صح. والفيكس دوت برضو الكبير بتاعه نعمله قرم يعني اي شجره. لا بس المتالي الموالح ما بتكبرش قوي. لا الموالح لا تفضى. والليمون والكلام ده كله نعملها جران. نعملها يعني ايه جران؟ الهول اللي بيدق فيه الطوم. الهول. اما الجرن ده هو الجرن. الجرن. هو السرايا برضو اسمه سرايا. على حسب الارياف اللي بتسميه، حسب كل بلد تسمي ايه. هون. والهون الخشب ده مش يفضل ريحته توم طول الوقت؟ لا الست الشاطره هتغسله وتقلبه على وشه شويه، او تعمل التوم في النحاس وتبقى تعمل الفلفل والكلام. لا هنزعل منها طبعا. لا عايزها تشتغل خشب كله في الخشب. طبعا محمد تعالى بقى، اكيد عندك كرسيين خرزان كده. اكيد اكيد خرزان. معلش أكيد. بقى زي بعض تنورينا نفرشهم كده ونقعد عليهم ان شاء الله. تعالى يلا دلوقتي. الحته الجميله دي اللي كلها شجر دي احنا بنسمي الكلام ده خشب شجر. مع ان كل خشب الدنيا خشب شجر. لكن شجر. احنا لما بنقول في مصر هنا خشب شجر قصدنا اني انواع؟ بنتكلم على الشجر اللي مزروع هنا اللي هو ما تبخرش. ما تبخرش. ما تبخرش. اللي بيجي من بره ما تبخر.
خشب الموبيليا بيتبخر؟ اه بيتبخر اه، لكن هنا اهو ده الخشب البلدي ما بيتبخرش. اللي هو انواعه ايه؟ اللي هو انواعه بقى الفيكس والكافور والجزورينه. ده بتاع زمان اللي بيبقى على الترع ده، الكافور والجزورينه. طب والفواكه الجوافه اسمع؟ وفي الجوافه بتشتغل برضه هي والبرتقال والليمون. والليمون بس ما يبقاش ريحتهم حاجه من الحاجات دي ولا ما؟ لا الليمون اللي ليه ريحه. ليه ريحه صح؟ وفي السبيانس، وفي حاليا بقى دلوقتي الصنط، وفي الصرصوع واللبخ. الصرصوع ده اللي هو شكل اللي ملون. بيعيش ملون. ايوه عارفه شبه اللي بيعيش في المطر والكلام ده بيستعملوه. عارف الخشب اللي بيجي من شرق اسيا اللي بيستحمل المطر؟ صرصوع. هو زي الصرصوع. زي الصرصوع والصنط. طب الاخشاب دي بتجيبوها منين؟ ليكوا تجار بيجيبوها لكم مخصوص؟ لينا تجار في المنيا وبني سويف، لينا تجار في الاقصر. وانتوا بقى تجار برضه من الغربيه ومن الشرقيه ومن المحله. بس انتوا اقدم ناس هنا يعني. احنا اقدم. اسمكم ايه؟ ورشه الحاج حسن يونس. حسن يونس والدي. دي اكبر ورشه خشب في المنطقه. في المنطقه صح؟ في المنطقه. طيب وانتوا الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم اللي بيجيبوا لكم الخشب دول برضو قدام زيكم كده اللي بتتعاملوا معاهم بقالهم كتير برضو؟ بنتعامل مع ناس بقالها كتير، وناس النت دلوقتي وفرتها. النت؟ الناس النت دلوقتي وفر ناس كتير بتبيع كل اللي عنده شجره بيعرضها للبيع. طب دلوقتي تحكي لي كده بيحصل ايه في الخشب ده من ساعه ما الخشب ده بيجي لنا لحد ما بيبقى المنتجات المختلفه؟ ان العربيه الخشب بتيجي بنتفق عليها وعلى سعرها وكل حاجه، بنبدا ننزلها في المخزن. انتوا بتشتروا بالشقله كده بالعربيه بغض النظر بقى بالطن؟ احنا ونصيبنا في الشجره بالظبط. تطلع لك بقى ولا بتقسم التخين لوحده والرفيع؟ احنا بنقسم هنا التخين لوحده والرفيع بعد ما تشتري. بعد ما نشتري يعني بناخد المواصفات وبنشتري. الدوشم الكبيره دي، الدوشم الكبيره دي بنعملها قرم. قرم دي بتبقى قرمه الجزار. قرمه الجزار وفي حاجات رفيعه بقى بنعملها اطباق وسلاطين اللي شفناهم في السوق دول اللي موجودين في السوق. وايه كمان؟ طباق ومنتجات ايه تاني؟ بنعمل اللطقم بتاعت الشماسي، بنعمل الترابيزات، ترابيزات الجناين، وفي الدكك ام ضهر ودكك من غير ضهر. طيب فرق ايه بين زباينك دلوقتي وزباينك زمان؟ مين كان بيجي لك زمان ومين نوع الزبون اللي بيجي لك دلوقتي؟ يعني زمان كان بيجي لنا اللي بيعملوا جت فتره اللي هي الترابيزات والكراسي بتاعت اللوكندات مثلا؟ بتاعت اللوكندات والفنادق والقرى السياحيه. دي كنا شغالين عليها فتره طويله. دول ما بقوش بيجوا خلاص؟ لا دي وقفت علشان دلوقتي تلاقي فيه الخفيف قوي اللي في البلاستيكات بقى طلعت والحاجات دي. بلاستيك والمعدن الخفيف. لكن الاول كان حاجات كثيره معموله من كده. النوادي بنودي الشماسي. الشماسي خراط بقى يخرط راس الشمسيه، الراس ونبعتها بره تتعمل شمسيه تتكسي وتروح تعملوها بقى في الخياميه. عند الخياميه بناخد القماش من هناك كده الدك كده وتعملوا بناخد القماش من هناك. هو غالي الحاجات دي؟ يعني مثلا قرمة الجزار دي تتكلف قد ايه مثلا؟ يعني القرمة من 300 جنيه وانت طالع كده. ونوع الخشب كمان بيفرق معاه. ايه بقى؟ ان احنا بنعمل له القرمة صنط. صنط؟ ما تطلعش انشارة. دي اجمد حاجة. ما يطلعش انشارة معاه، ما تفتتش. ما تفتتش؟ لا. طب ايه ارخص شجرة وايه اقيم شجرة؟ ايه ارخص واحدة اللي هي ارخص الجزورين والكافور. ارخص حاجة. الكافور رخص. موجودين كتير. وبس مش ما بيكبروش؟ لا في بيكبر. في بيكبر. الكافور ممكن يكبر متر ومتر ونص. لكن اغلى بيفتت. هو الاستعمال لو بيستعمل كويس يشتغل. طب انت ما بتبخروش خالص يعني؟ ما بيتركش؟ لا ما عندناش مباخر والله. ولا يتركن في الشمس ينشف؟ لا احنا بننشف. بتنشف؟ بننشف السلاطين والاطباق لما بنقطعهم الصرصوع. يعني بعد ما تتقطع؟ يتقطع ويقعد فتره عشان ينزل الميه اللي فيه. لكن الشجر طول ما واقع كده بقشرته ما بينزلش ميه، بيحتفظ بميته. يعني تقشروا وتركنوا؟ نقشروا نقطعوا المقاسات اللي احنا عاوزينها، مقاسات سلاطين، مقاسات اطباق. هو بيتخرط بيتقطع من حته واحده مش كده يا محمد؟ يعني الطبق ما بيتجمعش؟ لا لا حته واحده ويتعمل منها. نقعده بقى فتره عقبال ما ينشف وبعدين نخرط فيه. ما شفتش يا عم محمد اللي بيعملوا ديكورات دلوقتي بيقطعوا زي القرمه الرفيعه دي بس رفيعه ويعملوا بيها كده؟ بنقطع عندنا احنا الحاجات حطار. دي كلها حلوه. احنا لغايه التقطيع والصنفره وندي المهندسين بقى يشتغلوا هم يعملوا بقى الديكورات اللي على راحتهم. يعني انا في حدود شغلي وبكمل مع حد تاني، يعني اللي هي انا ترسب في المجموعه كلها، بشتغل في حاجه وغيري بيكمل. طب عايزين بقى غيرك يكمل، عايزك تاخدني بقى يا محمد وتوريني الصنايعي بيعمل ايه في الخشب. ان شاء الله. يلا اتفضلي معايا.
الشجر أنواع والخشب كمان، هتلاقي منه الزان والمسكي والقرو والبلوط، وسبحان الله كل الأنواع دي بتتحول لحاجات عمرها ما كانت تخطر في بالك على إيد صنايعي شاطر بيعمل منها كاسات أو أطباق وسلاطين للأكل، وحتى الأباقيب اللي في كل الجوامع معمولة من الخشب ده. هو الورش بيمر الخشب بمراحل كتير، من أول ما بيجي مجرد قطع شجر يتخزن ويتشكل على حسب مقاسه، وبيتقطع بعدها بالمنشار ويتخرط على المخرطة، ولما يوصل لمرحلته الأخيرة يتصنفر علشان يبقى ناعم، وبقدرة قادر تلاقيه في إيدك قطعة فنية كانت في الأساس أشجار مختلفة أصلها ثابت وفرعها في السماء. عم سيد، اتفضل. مبدئيا المكنه دي اسمها ايه؟ ده منشار. المنشار قالوا لي ان انت عمود الورشه. طبعا. ليه؟ عشان انا بطلع الشغل كله. ازاي بقى؟ اشرح لي. يعني الشيء ده بيعمل ايه؟ بيجي دي لك دي بتطلع قرمه. ماشي. حته خشبه بتطلع قرمه بفصلها على مزاجي انا. ايوه. عايزه جرن، عايزه يد جرن، عايزه سلاطين، قرم، باق كده. حسب يعني انت دلوقتي مثلا الشجرة. انت دلوقتي تبقى عارف انت هتسلم ايه؟ طبعا. ولا بتنظف بس؟ لا انا عارف انا بعمل ايه. عارف انت بتعمل ايه؟ يعني مثلا حته الخشب دي جات لك كده ولا انت قصيتها؟ ده كله طالع منها؟ لا ده طالع من فضل. ده طالع من فضل الشجر. من فضل حاجه زي كده، من زي الاطباق. يا ممكن معلش تجيب حته زي دي من الكبيره دي؟ بس اي حاجه يعني مثلا هي تجي لك بالشكل ده؟ لا هي بتيجي قرمه زي كده. قصدك اللي جديد. عليها بقى كل ده انا بطلعه، قشره الشجر طبعا، وانت بقى تشيل تطلعها مدوره كده. يعني الشيء ده هيبقى ايه مثلا؟ ده سلطانيه. بعد ما انت تجهزها سلطانيه تروح على المخرطه. تروح بقى عند المخرطه. احنا دلوقتي في المرحله الاولى. ده مثلا ده ينفع ايه مثلا؟ ده وباب. ده هيبقى وباب. اشمعنى بقى الحته دي اللي بتنقوها وباب والحته دي اللي بتبقى؟ ان ده فيكس ما ينفعش عشان التصمير. ما فيهوش عصب. يعني بالظبط كده عشان المسمار. لكن في اللي هو الصرصوع واللبخ ده بيتعمل اطباق ما ينفعش فيه مسمار، ما يدقش فيه مسمار. ده ينفع يدق فيه مسمار، بيساع المسمار تاني ماسك نفسه مسامه وقافله. صح كده؟ طيب بيسموك الاسطوره ليه يا عم سيد؟ لا مش ده إيه؟ عشان انا الاسطوره بتاعت الشغل. انت الاسطوره بتاعت الشغل، بتطلع انت الحاجات كلها. طب انا هلبس نظارتي عشان انت بتطلع رايش كتير من البتاع ده، وريني بقى بتشغل مكانتك دي ازاي. انت ما بتلبسش نظاره ليه يا عم سيد؟ احنا واخدين على كده. ماشي. ده وباب. ده الوباب ده ما شاء الله 47. لا ده في فرمه. انت معاك فرمه نشتغل عليها. وريني وريني هتنضفه ازاي بقى. لا ده انت اسطوره بجد يا عم سيد. مش خايف من السلاح ده يا عم سيد؟ واخدين على حضرتك على كده شغلتنا. ايه يا عم سيد ده؟ بس 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 ايه في المنشار؟ طب انت عملت الاوباب ده طلع من حته رفيعه جدا وانت اسطوره وبتاع، مفيش يعني متعافي على الأبواب ده؟ مفيش حاجه كده دشمه محترمه كده؟ طب وري بقى خميس. يا خبر ابيض مش قوي كده. هتشتغلوا على دي؟ طيب ادور. دور يلا. طيب البسي النضاره. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صودا من جوه يا عم سيد. اشمعنى؟ هو ده حد بقى بتاعت ربنا. ده لونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم دي تطلع ايه بقى يا عم سيد؟ دي بتطلع طبق. كل دي تطلع طبق؟ لا اتنين. طبق ايه؟ ماشي. كل حته لون وشكل يا عم سيد. طبعا. حاجه ربانيه بتاعت ربنا. كده مرحله. لا ده انا بعد كده لو شفت طبق خشب هبص له باحترام جديد. اكيد طبعا. سلم ايدك والله العظيم وحياه ربنا يا عم سيد. ده بقى دي مرحله يروح على المرحله الثانيه. طب اطفي ده بقى.
ازيك يا عم عادل؟ الله يسلمك يا استاذ. عم سيد قال لي ان هو بيقطع هنا يسلمك هنا. طبعا. صح؟ اه. دي كانت خلصانه يا عم عادل. ماشي. واحده من الاول خالص اشوف انت بتعمل ازاي. ماشي. هقوم هتعفرني. زي ما انت كده يا واحده. ولا عادي؟ اه ايوه. ماشي. ممكن بقى تقولي من المكان. هقوم طبعا. ده بيرسم لي الشكل وبعد كده بنعم بس. طب بذمتك بقى انت مش لابس نظاره ليه؟ مش متعود عليها. انا غلطان. واخدين على كده. تقعد وقت قد ايه بقى يا عم؟ تقعد وقت قد ايه يا عم عادل تعمل كده؟ ما بتاخدش وقت كتير. طب عم عادل خلاص بقى بطل؟ بتخش مرحله صنفره الاول بره. نعم. تشطيب بره، بعد كده تركب على ظرف. في بقى واحد يمسكها بعدك؟ وبعد كده بتخش على ظرف تاني تتصنفر. وتتشطب وانكتعت الدهان بتخش دهان. الدهان ده ايه يا عم؟ سيلر. سيلر يحافظ على ال بيقفل المثانه بتاع الخشب بس. يقفل المثانه. طب ونسبتها مش مدهونه يجري؟ عادي ما يجرالهاش حاجه. بالزيت كانوا بيقولوا لي في الاقصر يدهنوها زيت. ده بيدوها واحنا برضو اما بتبقى حتى مدهونه بنقول له اديها زيت عشان كل تغسله بالزيت بس. يحافظ على الخشب. ولونه حتى يحلو كده بالقلم. يلمع اللون بس. انت تعرف تطلع كام سلطانيه من دول في اليوم يا عم؟ يعني ممكن 50 متشطبين مثلا. 50 متشطبين ما شاء الله الله اكبر. انت عندك ولاد يا عم؟ اه عندي غرام عروسه. غرام عروسه؟ اسمها غرام؟ لا ده انت جميل جدا 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 يعني. يا رب كده تتجوز وتتهنى ويبقى كله. وعندك عيال تانيين ولا عندك غرام بس؟ لا غرام بس. ربنا يخليها لك يا عم عادل. ربنا يخليها لك. كل سنه وانت طيب يا عم عادل. انت طيب يا باشا. الله يسلمك. الله يسلمك. ازيك يا عم محمد؟ الحمد لله. انا لسه كنت بقول لعم عادل دلوقتي انا بعد كده لما اشوف سلطانيه خشب هبص لها باحترام مختلف. طبعا طبعا. دي طبعاً. الناس تعبوا جدا على بال ما حصلنا على السلطانيه دي. الحمد لله اللي ربنا ادانا الصحه ان احنا نعمل منتج زي ده. صحيح. ادانا الشجر وادانا الصحه وادانا الكهرباء وادانا معرفه ناس جميله زي دي. الله يخليك. الله يخليك. احنا عندنا دايما يا عم محمد الابطال اللي في الحلقات بتاعت حكاوي القهاوي زميلتنا سارة بترسم لهم صورة ونسيبها لهم عشان يفتكرونا زي ما احنا ايه هنفتكر ان شاء الله. تعالي يا سارة ادينا الصورة. هو فنانة جامدة. ايوه سارة. صح؟ فنانة جامدة سارة. رسمة صورة اللهم صل على النبي. جميلة جدا. حلوة صح؟ حلوة جدا. والله فشر كمال الشناوي. طبعا. حلو جدا جدا. الله يبارك لك. حتى الشجر لو ساب أرضه بيسيب وراه في الأرض أساس. ما هو الشجر فيه روح برضه وليه مشاعر زي الناس. كل الشجر بيموت واقف وعنده أصل وعزة نفس. حتى الجماد اللي اسمه جماد بيجي وقت عليه ويحس. تهتم بيه يكبر ويعيش ويبقى ليك ظل وسترة. واللي النهاردة زرعته انت غيرك هيفرح بيه بكره.